هي مأساة إنسانية في مدينة الحمول في كفر الشيخ، وعنوان هذه المأساة ضحايا سناتر الدروس الخصوصية. مجموعة من طلبة الثانوية العامة بيحضروا نفسهم للامتحانات، وكانوا موجودين يعني في درس خصوصي في بيت، السقف وقع عليهم، 21 طالب أصيبوا في الحادثة واتنقلوا لمستشفى الحمول المركزي. طبعا ربنا يقومهم بالسلامة، لكن المشكلة دلوقتي في الامتحانات، ازاي هيعرفوا يكملوها؟ للأسف ممكن يكون مجهود سنة كاملة يكون كده ضاع عليهم بسبب درس خصوصي في مكان مش رسمي ومش مرخص. مين هيتحمل نتيجة اللي حصل؟ هل في أي مسؤولية على اللي جاب الطلبة في المكان ده؟ طيب لإمتى هيستمر هذا الشكل من التعليم الموازي بكل عشوائيته وبكل تجاوزه للقوانين والبعد عن أي انضباط أو أي عوامل أمان؟ أسئلة مهمة، لكن الأهم دلوقتي إننا نطمن بس الأول على حالة الطلبة اللي في المستشفى وعلى امتحاناتهم وعلى مستقبلهم. معنا على التليفون الأستاذ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، مساء الخير أستاذ أيمن، أهلا بحضرتك، أهلا بالسادة المشاهدين. يعني المشهد يعني صعب شوية، مشهد في مجموعة طلبة بيحضروا درس خصوصي في مكان مش مرخص ومكان مش مصرح ليه انه يبقى فيه درس خصوصي، في الاخر كمان هو هذا المكان قايل للسقوط. يعني هو الحمد لله رب العالمين، يعني طبعا لأداء يعني حضرتك يعني في تجريم تام للدروس الخصوصيه، واحنا طبعا يعني بناتنا واولادنا من جراء الدروس الخصوصيه حصل حاجات زي مثل اللي حصل النهارده دوت على قصر ده. تم النهارده عدد اصابه عدد كبير من مجموعه من الطلبه كانوا حاضرين في مكان حتى نفس المكان غير مؤهل غير ادمي، يعني في جراج وبتاع، وكان في سقف خشبي في جراج عليهم حاجه كده، يعني المكان ده جراج عباره عن جراج تقريبا. يعني انا شخصيا ما شفتوش، ولكن الوصف اللي جاي كده على اثره في تم اصابه عدد من الطلبه والطالبات، وتم نقلهم فورا للمستشفى، مستشفى الحمول او المركز الطبي بالحمول، والحمد لله رب العالمين يعني كان على قدم وساق الاذاعات الطبيه وتم اسعافهم جميعا. كان عندنا حالات اشتباه في كسور وحالات كسر، يمكن الحمد لله كلهم خرجوا الحمد لله رب العالمين. النهارده احنا زرناهم، وكان النهارده مع الوزير المحافظ لحظيا متواصل معانا واطمن عليهم وكلمهم وهم في اماكنهم، وتم خروجهم جميعا من مستشفى الحمولة. عندنا بس حالتين اتنين او حالة واحدة يعتبر كمان في مستشفى كفر الشيخ العام. الحمد لله رب العالمين، يعني ان الامر عدى على خير، ونتمنى لهم كلهم الشفاء ان شاء الله باذن الله رب العالمين. الاصابات واصلة لايه يعني؟ كسور وخدوش. ما هو الكسور دي هتخليهم يروحوا الامتحانات؟ ان شاء الله كلهم، يعني ان لم يكن كلهم يمكن حاله بس اللي ما تقدرش تروح، ودي طبعا عندنا اجراءات التاجيل امتحان تقدر تخش الدور الثاني بالدرجه كامله عادي جدا ان شاء الله. انما الباقي كله ان شاء الله يحضر الامتحان يوم الاحد القادم ان شاء الله، باذن الله احنا عندنا الامتحانات تبدا تستأنف يوم الاحد القادم ان شاء الله. هل في اي اجراءات يعني هتتاخد ضد المدرس اللي كان بيدي الدرس الخصوصي ضد بس المكان؟ انا عايز اقول لحضرتك، هو مش مدرس، مش لا ينتمي، لا تنتمي، هي كمان سيدة لا تنتمي للتربية والتعليم، تمام، حد خارج غير خارج منظومة التربية والتعليم. وطبعا في إجراءات قانونية بتتخذ، يعني النيابة بتحقق، ولأن أصلا في ده عمل غير مشروع. الحاجة الثانية على إثره تم إصابة أبنائنا في مكان غير آمن، يعني العمل كله في مجمله مخالف، العمل كله في مجمله مخالف، يعني سواء مكان سواء اللي بيقوم بالعمل نفسه مش معلم، حتى ده اذا كان ده مجرم للمعلمين فما ذلك حد اصلا مش لا ينتمي للعمليات التعليميه. فده طبعا في اجراءات بتتخذ من قبل النيابه. ايه العقوبات اللي ممكن تحصل؟ لا دي بقى دي النيابه اللي بتقرر الكلام ده، النيابه يعني القانون بيقول ايه يعني؟ القانون بيقول ايه؟ ده شيء مش مقبول ابدا، وده شيء مش عمل قانوني خارج الاطار القانوني حضرتك، فبالتالي يعني في عقوبات تصدر. بس هي الدروس الخصوصيه المفروض انها جريمه في القانون مش كده؟ طبعا، وهو ده حتى اللي بيقوم بها حتى مش حد ينتمي للتعليم، يعني حتى مش مفروض انه مؤهل.
دي طبعا حاجه غير طبيعيه جدا. احنا الحمد لله بس بنطمن ابنائنا، وانا كنت موجود معاهم النهارده، والنهارده كان متواجد برضو كل يعني رئيس المدينه، مدير الاداره التعليميه، السكرتير العام المساعد المحافظه، معالي الوزير المحافظ كان متواصل معانا لحظه بلحظه، وكلم الناس المصابين وبطمنهم الحمد لله رب العالمين يعني، وطمنا عليهم. ولو في اي حد لسه، احنا كنت بتكلم مع السيد مدير الاداره دلوقتي، اي حد عايز ياجل الامتحان وهيخش الدرجه كامله، اجراء بسيط جدا. طبعا احنا عندنا الاجراء ان هو مكانه في المستشفى، الاجراء الطبي موجود، بيتاخد الكلام ده بيروح للاداره التعليميه، والاداره التعليميه اللي بتقوم بكل الاجراءات. يعني لو ولي الامر هيروح الوزاره ولا حاجه، في اجراء بيتم، يعني اجراء طبي ده موجود ومثبت في المستشفى، بيروح الاداره التعليميه بتجمع. لو حد يرغب في كده، انا شايف ان هم الحالات الحمد لله رب العالمين يعني، كنت بكلمهم النهارده الحالات مطمنه تماما، انما لو حد يرغب في التاجيل، اجراء بسيط جدا جدا وبتعمله الاداره طيب التعليميه، ما بمناسبة بيعملوش ولي الامر. ولي الأمر، عشان حضرتك اتفضل. كررت كلمة ولي الأمر، أنا بس بتساءل هل أولياء الأمور لما يودوا ولادهم سنتر أو مكان لدروس الخصوصية بالشكل ده حضرتك بتوصف لي، بتقول إنه قالوا لك إنه جراج، هم دورهم فين؟ مش خايفين على والله أولادهم انا طيب؟ احنا دايما بنقول يعني، احنا بنسعى نودي اولادنا. طب ده انت شايف لا مكان ولا تاهيل للشخصيه اللي بتعمل الكلام دوت. احنا بنقول احنا عندنا ده، احنا عندنا في الوقت الراهن دلوقتي مراجعات في اكتر من وسيله الكترونيه، عندنا مراجعات بنك المعرفه، عندنا مراجعات على السوشيال ميديا، عندنا مراجعات في تلفزيون مصر، القنوات التعليميه. وعلى فكره المراجعات دي لحظيا، وبتبقى يعني في خاصه بالامتحانات، يعني كل امتحانات، ففي وسائل عديده جدا، وعندنا مراجعات من المعلمين نفسهم، وفي معلمين على فكره يعني شغالين مجاميع في المدارس. فالمكان القانوني موجود، المكان القانوني موجود، ومكان امن، ومكان ابنائنا وبناتنا. احنا ليه بنخاطر ونودي ولادنا بره وبناتنا بره؟ فيعني العاقبه دايما بتيجي على غير الصحيح يعني. أشكر احنا حضرتك، يعني لا يصح الا الصحيح في الاخر فعلا يعني. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، وينضم لنا الأستاذ أدهم عصفور عم الطالبة بسملة، إحدى الطالبات اللي كانت حاضرة الدرس ده واللي اتصابت في هذا الحادث. الأول طمنا على بسملة يا أستاذ أدهم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. حضرتك بسملة حاليا موجودة في مستشفى كفر الشيخ في العناية المركزة. في العناية المركزة؟ في تحت الرعاية من حوالي من ساعة ما تحولنا من حمول لحد دلوقتي هي موجودة هناك في العناية. طبعا والدتها بس اللي فوق المستشفى نزلناها كلهم، بس الاستقبال كان كويس وكل حاجة، الدنيا تمام، بس هي حالتها مش مستقرة خالص بالإجمال يعني، حالتها مش كويسة خالص. والدتها طبعا منهارة لحد اللحظة دي، مع زائد بقى ضغط الامتحانات وضغط الليلة اللي احنا فيها دي كلها، هي البنوتة مش كويسة خالص حاليا. يعني لأي مدى؟ يعني ايه اللي عندها؟ عندها كسور؟ عن ايه اللي عندها؟ عندها اللي ايه؟ عندها اللي عندها حاليا موجود عندها كسر شرخي في الحوض. تمام؟ وعندها كمان نقطة دم على بطنها. دي تقريبا من الاصطدام اللي حصل، لأن ساعة وقوع الحادثة هي أول حد كان واقع، هي والمدرسة. هما الاثنين اللي بدأوا وقعوا الأول، أما وقعوا كل الطلاب وقعوا عليهم. وهي بسملة ضعيفة جسديا شوية، فما يعني كل استحملتش. الطلاب وقعوا عليها؟ كل الطلاب وقعوا عليها طبعا، هي وقعت في الأول لأن هي كانت قريبة من المدرسة قدام. تمام؟ والفكرة إن الصندلة لما وقعت، أو الخشب اللي كانوا عليه ده ما وقع، وقع بجنب يعني، وقع من الجنب الأول، ما وقعش مثلا من فوق لتحت على طول، لا هو وقع بالجنب، فبدأ كله يتدحرج بقى، فاهمة؟ اللي هو الخشب بالسبورة بالتخت اللي كانوا قاعدين عليها، كل ده اصطدام بالطلبة كلهم. طب حضرتك يعني انتوا عارفين المكان، شفتوا المكان ده قبل ما تودوا بسملة الدرس؟ كنتوا لا يا عارفين فندم والله احنا ما شفناش المكان طب خالص. ازاي برضو، المفروض معلش، ازاي حضرتك تودوا بنتكم مكان انتم مش عارفين هي رايحه فين ولا لا ايه الفكرة يا مواصفاته؟ فندم، المواصفات يا فندم، احنا هنا عندنا مثلا في شارع معين ده للدروس، بنتنا في ثالثة ثانوي دلوقتي، غير هتخرج، غير انا حضرتك كنت باخد في نفس الاماكن دي دروس وانا خريج من 2017، فالاماكن دي موجوده من فتره كبيره جدا، بس هي الفكره المكان ده تقريبا جديد او حاجه، لان ده جراج يا فندم، الجراج ده معمول جواه صندله.
يعني حتى طب انت حضرتك لما بتقولي ده جراج ومعمول جواه كده، يعني مش خايفين انه الصنداره دي ما تبقاش متظبطه، الخشب ده ممكن يقع لو عدد طلبه كتير؟ الفكره كلها يا فندم في مالك العقار ده، مالك العقار ده هو ممكن يكون هو يعني اللي عامل الصنداله دي او اللي عامل الوضع ده، هو السبب في ده. لان طبعا المدرسه كانت عامله حصه الحصه ان هي تقريبا مجانا او ان هي عشان مراجعه قبل الامتحانات، فالتكدس كان كبير. انت فاهماني؟ ما هو وكيل الوزاره قال هي اساسا مش في التربيه والتعليم. هي مدرسه، هي موجوده في بتدرس بقى لها كام سنه، يعني مش دي اول سنه. تمام، بس هي لا تنتمي لوزاره التربيه والتعليم، ده انا حاجه دي وبيتعمل الدرس في مكان مش مرخص وفي ما فيهوش مواصفات لانه يبقى مكان يتاخد فيه درس. فتخيل بقى حصه بالمجان وعدد الطلبه يبقى زياده والاوضه اللي قاعدين فيها في جراج خشب صندره، فما طبعا لازم يقع. الفكره كلها يا فندم، بس احنا الاهم عندنا حاجه دلوقتي، حته ان ايه الدنيا هتبقى بسمله، ايه نظامها، الوضع هيكون عامل معاها ازاي. برضه هو حضرته ما وضحش في المدخله معاكي دلوقتي بنتنا هيكون وضعها ايه. ما هو وكيل الوزاره قال كل الامتحانات هتتاجل، وفي الـ في الـ في حتى بعد التاجيل الدرجه كامله هتتاخد، مش يعني درجه الدور الثاني مش هتتحسب ان ده درجه دور ثاني، بس انتوا هتتقدموا في الوزاره انكم عندكم رغبه لتاجيل الامتحان لبسمله. يعني الحته دي ما تشغلوش بالكم فيها، تشغلوا بالكم ببنتكم اللي يعني ودتوها درس في مكان مش مرخص. واعتقد ده درس لكل اولياء الامور، اي حد بيودي ابنه او بنته درس في مكان مش مرخص ومش عارف هو شكل المكان ايه. اشكر حضرتك. الفكره كلها يا فندم، الفكره كلها ضغط الامتحانات اللي على الطلبه والضغط اللي بيسببوا له. معلش يا فندم، انا بنت اخويا حضرتك من الامتحان اللي فات ده اتفتشت 3 مرات، تمام؟ مره تحت على البوابه، ومره وهي طالعه، ومره في وسط وهي بتمتحن. يعني هل في قانون بيسمح ان المراقب يدخل يفتش الطالبه؟ تمام، حضرتك بتتكلم في موضوع يعني غير يعني مش المشكله، احنا مش مشكلتنا في التفتيش، احنا الطلبه بتتفتش عشان الغش، بس هو مشكلتنا دلوقتي في التفتيش ولا في مكان الدرس الخصوصي اللي مش مرخص؟ لا، دي تبعيات الضغط اللي عند الطلاب. الطلاب دلوقتي من كتر الضغط عندهم بقى اي حصه موجود اي مكان هيروحوها. دي الفكره كلها، انا دلوقتي جوايا ضغط، جوايا هدخل اتفتش. انا مش فاهمه ايه علاقه ان العيال بتتفتش في الامتحان بانها تروح تاخد دروس بره؟ هي مش فاهمه. بتتفتش، ما عنديش مشكله في التفتيش، تمام؟ بس يا فندم انا بتكلم اثناء ان هم بيمتحنوا في برضه تفتيش ذاتي. طب ليه هو ما اتمسكوش مثلا معاهم حاجه عشان يتفتشوا تفتيش ذاتي؟ دي ايه الفكره كلها؟ طيب انا برضو مش فاهمه ايه علاقه ده بده، بس ربنا يكون في عونكم، وخدوا بالكم بس من بسمله، وربنا يشفيها استاذ ادهم عصفور عم طالبه بسمله.